بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ محاضرتنا اليوم عن الإكوفلنت سيركت كالكوليشن اللي راح تصير مراجعة سريعة لما تناولناها بالمحاضرة الماضية، واللي هي حساب الدائرة المكافئة للمحرك الحثي ثلاثي الأطوار. الحقيقة هنا عندنا حساب الدائرة المكافئة للمحرك الحثي ثلاثي الأطواري مثل ما عرفنا المحاضرة الماضية يتم من خلال اختبار الأول اللي هو الأوبن سيركت. أوبن سيركت تيست. احنا إذا نتذكر تذكرون وياي المحاضرة الماضية أخذنا الدائرة المكافئة للمحرك الحثي ثلاثي الأطوار بالتقريبية، أخذناها بهذا الشكل. حاسة وعندي أيضا مقاومة متغيرة اللي هي خاصة باللود، وهنا عندي تو داش. هنا المقدار عندي واحد ناقص اس، واحد ناقص اس. واحد ناقص اس في الار تو داش على اس. هذه الدائرة المكافئة التقريبية للمحرك الحثي ثلاثي الأطوار. راح شو نسوي بها؟ من نجي نختبر الأوبن سيركت تيست راح نسلط هنا، نسلط الفولتير ريتد، ونسلط أيضا عفوا نقيس التيار المعرض. هنا راح نقيس في اي نوت، وهنا عندي فولت ميتر على التوازي بهذا الشكل. هنا ايضا نخلي وات ميتر اللي هو عباره عن ملفين نقدر نمثله كهربائيه، ملف تيار وملف فولتيه، هذا نقيس فيها اوميجا نوت، نقيس القدره هنا وفي نوت. اذا ثلاث قراءات راح تحسب لي الفي نوت. هاي في نوت ايش قد؟ الريل. رايتد العفو رايتد، وتقرا لي الاي نوت، وهنا قيمته صغيره لان اصلا التيار المحرك راح يدور بسرعه عاليه والاس قريبه من الصفر، فبالتالي هذه الدائره راح تكون اوبن سيركت. الدائره هذه اللي اشر عليها هنا راح تكون دائره اوبن سيركت باعتبار الاس تساوي صفر، واذا الاس تساوي صفر واحد ناقص اس على صفر اللي هي ما لا نهايه، اذا تكون دائره مفتوحه. هنا تكون عندي دائره مفتوحه اوبن سيركت، فالتيار اللي هو اي نوت يكون تيار قليل وتقيسه الي بمقدار اي نوت، وتحسب لي الاوميجا نوت اللي هي قدره. هنا لو تلاحظ وين تستهلك القدره؟ تستهلك في هذا الجزء فقط، في الجزء المقاومي. اذا الاوميجا اوميجا نوت تحسبها الي. من حساب من طلعت لي هذه الثلاث قيم، تحسب لي من عندها كوساين فاي نوت اللي هي اوميجا نوت على في نوت اي نوت. من عنده الجالي الاي ام واللي هو المركبه التي تكون ساريه هذه التيار اي نوت. نعم التيار اي نوت بي اي ام وبي اي بي. نعم اي بي اي ام يساوي اي نوت اللي حسبناها هنا، هذه اي نوت في ساين فاي نوت، والاي بي يمثل اي نوت كوساين فاي نوت. من عند هذه تحسب لي الار نوت اللي هو في نوت الفولتية
الوظيفية المسلطة على المشين على الـ IP والـ XM تكون V0 على IN. هذا الاختبار الأول حسبنا به الدائرة المكافئة، جزء من الدائرة المكافئة للمحرك الحثي اللي هي الـ XM والـ R0. هذا الاختبار الأول اللي هو الـ Open Circuit Test. الاختبار الثاني هو الـ Clock Throttle Test. وهنا تلاحظون وياي الآتي، المحرك الحثي اللي هو راح نمثله بهذا الشكل، راح الدائرة المكافئة للمحرك اللي قبل شوية رسمناها اللي تتألف من R0 اللي استخرجناها قبل قليل و XM. XM وعندي هنا X1 زائدا X2 داش R1 زائدا R2 داش، وهنا واحد ناقص S في على S في ال R2 داش، العفو هنا R2 داش. في الاختبار الـ Clock Throttle Test راح نسقط Reduced Voltage، فولتية قليلة، وقبل أن نسقط الفولتية نربط هنا أيضا واط ميتر لحساب القدرة وأميتر لحساب الـ I Short Circuit وهذا لحساب الـ Omega Short Circuit، وعندي فولتية فولت ميتر لحساب الـ V Reduce. عكس اختبار اللاحمة، كنا هناك في اللاحمة سلطنا فولتية مقدارها V Rated على المشين، هنا لا راح نسلط فولتية قليلة ونحاول نمسك الروتر بإيدينا بحيث نسوي عملية بلوكينج للروتر عن طريق الشفت، نسوي بلوك. هذا البلوك اللي على الشفت ما نخلي الروتر يدور بوسيلة مسك، نجي نسلط فولتية ريديوس، نبدأ من فولتية قليلة ونزيد ونلاحظ التيار. هنا الاي شورت سيركت راح تسجل القراءة. الله أكبر. نعم نسجل قراءة اللي هي الاي شورت سيركت، سجل الريتد، نقدر الريتد مع المشين، الفي شورت سيركت اللي انطت الاي ريتد، يعني انت تبدا تزيد الفولتيه الى ان توصل الى الفي شورت سيركت وتحسب لي الاوميجا شورت سيركت. اذا الاساس هنا هو عمليه ان تكون الفولتيه ريديوس والتيار هو الريتد. الدائرة هنا في هاي الحالة راح تصير بالشكل الآتي، وهسه نشوفها تصير عملية التبسيط مالتها حتى تصير مقارنة بها مع الدائرة هذه اللي مرسومة. راح تبقى عندي فقط دائرة مقاومة ومحاثة وبهذا الشكل R1 زائدا R2 داش X1 زائدا X2 داش. سؤال، ما قيمة السليب لما يكون المحرك سرعته صفر، لان احنا مسوين بلوك للمحرك، فقيمة السليب قيمة السليب هنا تكون واحد، لما تكون واحد ناقص واحد في التالي صفر، هذا المقدار راح يذهب الى الصفر. شوف عندي x1 زائد x2 داش و r1 زائد r2 داش. بعد اختصرنا بالدائرة، اختصرنا هذا البرانش، هذا البرانش اختصرناه اللي يمر به تيار مقداره i نوت، اي نوت مقارنة مع الاي 2 داش قيمته قليلة، فبالتالي ممكن اهماله
احنا عندنا دائره توازي، وبالتالي الاي شورت سيركت هو نفسه الاي 2 داش اللي يجي في هذه النقطه، هذه هي هنا اي 2 داش. اذا اختصارا صارت هذه الدائره بهذا الشكل. من هذه الدائره نقدر نحسب الار 1 زائد ار 2 داش، واللي تساوي اوميجا شورت سيركت على اي شورت سيركت تربيع، و x1 زائد x2 داش يساوي تحت الجذر التربيعي v شورت سيركت v s على i شورت سيركت تربيع ناقص قيمة المقاومة اللي محسوبة واللي هي r1 زائد r2 داش. نعدد r1 R1 زائد R2 داش تحت الجذر التربيعي. حسبت X1 X2 R1 R2 للتبسيط الحل دائما راح نقول إذا ما ذكر بالسؤال، إذا ما ذكر بالسؤال راح نقول أنه X1 يساوي X2 داش، وبالتالي هي الكمية اللي استخرجناها منها X1 زائد X2 داش على 2. هذه قيمة X1 واللي تساوي X2 داش. إذا ما ذكر بالسؤال عملية حساب أو كمية X1 مقارنة بالX2 داش. يبقى عندنا فقرة واحدة واللي هي حساب قيمة الـ R1 وحتى نحسب من عندها الـ R2 داش، لأن أنت هنا تلاحظ وياي هنا حسبنا مقدار R1 زائد R2 داش. هذه الـ R1 نقدر نحسبها باستخدام الفولت ميتر أميتر ميثود دي سي ميثود. نخلي أميتر هنا ونخلي فولت ميتر بهذا المكان ونسلطه على المشين. ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي دائرة مكونة من دائرة مقاومة فقط اللي هي الـ R1 زائد R2 داش، على اعتبار أن قيمة المحادثة في هذه الحالة صفر، السرعة صفر، وبالتالي هذا الجزء من المقاومة اللي هنا جزء الحمل أيضا يروح للصفر. R1 زائد R2 داش، نسلط فولتية ونحسب قيمة التيار. من الفولتية إذا حسبت عفوا ليس R1 زائد R2 داش، احنا باعتبار لا يوجد عندنا دوران، فبالتالي هنالك فصل فقط بعد فصل فقط R1. احسب لي R1، R1 من تساوي فولتية على التيار R. حسبت قيمة R1، عندك R2 داش قبل R2 داش، عندنا هذه المقاومة اللي حسبتها، اللي حسبت المقاومة هي مقاومة ديش R1 ديش باعتبار تمسلط فولتية ديش. تجي تحسب لي R1 أي شيء، وهي اختصارا راح نكتبها R1 فقط، R1 تساوي 1.2 من R1 DC اللي حسبناها في الأعلى. هنا بس أريد أنبه النقطة، المحاضرة الماضية شرحناها بشكل سريع يجوز، عندنا التيار في حالة DC، هذه DC current. DC current هنا في حالة DC يسري التيار، هذا مقطع عرضي cross sectional area للسلك، التيار يسري بهذا الشكل على طول المقطع العرضي للسلك، بينما إذا كان عندي نفس السلك واستخدمته للأي سي كارنت التيار راح يكون بهذه الطريقة يسري.
يعني الفجوة الداخلية لا يسري بها التيار، يسري على هذه الباوند اريا على السلك. كل ما زاد التردد فور هاي فريكونسي، هاي نظرة للاتصالات بالمستقبل راح تشوفونها هسه ان شاء الله في هذه السنة، نعم هذا السلك، هذا المقطع العرضي مالته، التيار بالتيارات بالترددات العالية لا يسري داخل المقطع العرضي، يسري على القشر، قشر السلك فقط، على قشر السلك، والترددات كلش عالية راح يصير عندي عملية الإرسال، إرسال من الأنتنة، هذه أنتنة ترسل معلومات إلى أنتنة ثانية، شلون؟ يرفعون ترددها وبالتالي التيار يحاول يبتعد عن السلك وينتقل من مكان إلى مكان آخر، هذه بس للتوضيح. حساب قيمة المقاومة R1 هو 1.2 من R1 DC، ومن عندها نلقى قيمة الـ R2 داش. في بعض الأسئلة راح تشوفون أنه من هذه العلاقة بالأسئلة. ناخذ الفقرة الجديدة اليوم محاضرتنا اللي هي الريليشن. Relation between torque and speed. بدنا نشوف خصائص ليس السبيد بالسبيد، وإنما اليوم راح نتعرف على متغير آخر. Relation between torque and slip. الدائرة الخاصة بالمحرك الحثي أذكركم بها، اللي راح تكون استخدامها متكرر عندنا. هنا عندي R1 زائد R2 داش، X1 زائد X2 داش، وواحد ناقص S على S في الـ R2 داش، هذه قيمة R0 و XM، هذه الدائرة المكافئة الخاصة بالمحرك الحثي. هنا عندي I1 I0 I2 داش. I 2 داش تساوي V1 مثلا بوطية تحت الجذر التربيعي R1 زائد R2 داش، هذه المحاضرة اللي عقل قيمة التيار المار اللي هو الـ R2 داش. هذه معادلة رقم واحد. معادلة رقم اثنين خاصة بالـ Develop Torque واللي هي BD علاقته مع الـ Develop Power في Develop في الأوميجا واللي يساوي 3 في الـ I2 داش سكوير في الواحد ناقص S على S في الـ R2 داش. هذه المعادلة رقم 2 R2 داش معادلة رقم 2. حيث أن الـ BD هي الـ Develop Power والـ TD هي الـ Develop Torque والـ Omega هي الـ Angular Speed. الأوميجا اللي يقصد بها الأنجولار سبيد هي 2 بار في الـ A على 60، وهذا من عنده نقدر نلقى ديفلوب تورك يساوي، العفو ديفلوب تورك
في 2 باي ان من المعادلة رقم 2 على 60 اللي يساوي ديفل اوف باور، معادلة رقم 2 كتبناها بصيغة أخرى. هذه هي المعادلة رقم 3 الاس اللي هو سليب يساوي ان اس ناقص ان على ان اس واللي هي اس ان اس واللي يساوي ان اس ناقص ان. نبي نحسب ان 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 تساوي ان اس ماينس اس ان اس اللي تساوي 1 ناقص اس في الان اس. هذه معادلة رقم 4. من معادلة 4 و2 نعوضهم ب3 على 2 باي على 3 اي 2 داش سكوير في 1 ناقص اس على اس في الار 2 داش. من هذا نقدر نرجع علاقة الديفلوبتر تي دي يساوي 90 تبسيط بس فقط خطوات تبسيط على باي ان اس في الار 2 داش في الاي 2 داش سكوير على اس. هذه معادلة رقم 5. معادلة رقم 5 لقيت لي علاقة الديفلوب تورك مع التيار والسرعة ومع التيار وقيمة المقاومة وقيمة مقاومة الروتر اللي هي الار 2 داش. نكمل. نعم من معادلة رقم 1 ب5 راح نعوض معادلة رقم 1 ب5 إذا تي دي يساوي تسعين على باي ان اس تي ار 2 داش على اس في الفولتية اللي هي في 1 سكوير على قيمة المقاومة ار 1 زائدا ار 2 داش على اس في زائدا. افترض ليه ان تي تساوي K داش في T ديفلوب. العزم الخارج عزم الإخراج يساوي ال K في T D حيث أن T D هو الأوتبوت تورك. إذا T D يساوي K داش في 90 على باي إن إس في الـ R2 داش على S في V1 سكوير على R1 زائد R2 داش على S زائد X1 زائد X2 داش. من هذا نلقى P يساوي K كونستانت في R2 داش V1 على S V1 سكوير على S على R1 زائد R2 داش على S زائد X1 زائد X2 داش. هذه معادلة رقم 6. بإهمال قيمة X1 و R1 راح نحصل على T تساوي K في
في R2 داش S V1 سكوير على R2 داش مع الكل سكوير. نعم نعم كل سكوير R2 داش زائد S X 2 داش سكوير R2 داش سكوير. هذه العلاقة اللي تربط التورك مع السير. أنا راح أخلي المعادلة الأخيرة وأمسح اللي قبلها كلها حتى أحاول أرسم العلاقة ونختم محاضرتنا اللي هي كانت حساب الدار المكافئة ولا هي عدناها من المحاضرة الأولى بس أهمية عدلتها وأيضا إعجاز العلاقة بين التورك والسليب كاركترستكس. نعم من هذا العلاقة لهذه المعادلة خاصة بالتورك سليب. هنا عندي السليب وهنا التورك والمعادلة راح عفوا معادلة من S تساوي صفر إلى هذه النقطة S تساوي واحد S تساوي صفر. هنا هذه النقطة ركزنا عليها هي الـ S max راح نجي نتناقش فيها X max S max العفو. هنا لاحظوا أعظم عزل T max أعظم عزل ممكن تحقيق وهنا تي ستاتيك بهذا الشكل. هذه هي الصفائح الخاصة بمحاولة الحفي. شلون تجي؟ بس النقطة المهمة S تساوي واحد يعني المشين متوقفة. من تنطلق المشين بالعمل تبدأ السليب عفوا التورك السليب يتناقص معه والتورك يبدأ يزداد إلى أعظم قيمة وتمر السليب بالتناقص الى ان ينزل الى اقل قيمه وهي قريبه من الصفر. احنا في هذا المنطقه الاوبريتنج بوينت دائما يكون في هذه المنطقه. اذا تبدا من الاس تساوي واحد يبدا يصعد الستارت وينقل الى اقل قيمه. كيف يمكن حساب الستارتنج تورك؟ الستارتنج تورك في ستارتنج starting torque شباب عندي هنا يساوي T تساوي K في الـ R المعادلة الأسفل ما يحتاج أعيد كتابتها مرة ثانية أعوض عن اللي قبل شوية أعوض عن S تساوي 1 وبالتالي المعادلة الأخيرة اللي هسه مسحناها T starting تساوي عند الـ S تساوي 1 K في R2 داش V1 سكوير على R2 داش سكوير زائد X2 داش أيضا سكوير حتى نحصل على أعظم عزم لازم نشتق الـ T7 بالنسبة للـ R2 داش هو المتغير عندي R2 داش ونساوي المشتقة بالصفر ومن هذه إذا اشتقيت المعادلة هذه خنسميها 7 اشتقوها بالنسبة لـ R2 داش سووها بالصفر راح نلقى أن الـ R2 داش تساوي X العفو R2 داش نعم تساوي X2 داش. شرط الحصول على أعظم starting torque maximum starting torque maximum starting torque في سب S هذا لازم تكون بـ R2 داش تساوي X2 داش حتى نحصل على أعظم حزم. شوف وياي هنا مخطط بسيط ومهم راح ارسمه واللي هو يتناول تغير قيمة starting torque مع تغير قيمة المقاومة. هذه الخصائص الخاصة بالمحرك بدون إضافة هذه T ونخنسمي راح أضيف قيمة من المقاومة إلى دائرة الروتر. الخصائص مال المحرك راح تنزحف بمقدار معين يعني أعظم عزم راح يكبر راح يصير T2
T2 أكبر من T1. بعد بإضافة مقاومة ثانية راح يزداد حجم العضل البدء، وبشكل سريع نحاول نختصر هذا بس ما تطلعوا لي. نعم نرجع نكمل هذا الرسم أنا اللي كان حفر هذه. إذا ضفت بعد مقاومة راح نحصل تقريبا على نعم راح أضيف مقاومة هنا. تقريبا حجم البديل راح يكون هذا T3 أكبر من T2 وأكبر من T1 بتغيير قيمة المقاومة R2-، تغيير قيمة المقاومة R2-. ناخذ maximum for maximum condition for maximum torque، مو عند الاستقي لا، راح نشتق قيمة المعادلة مال الحجم اللي اشتقيناها في الصفحة الماضية قبل الماضي عن الDS، وراح نسويها بالصفر، ونلقى من عندها علاقة للسليب تربط R2-، مع X2-، يعني الشرط لازم يكون R2-، تساوي S X2-. إذا تي ماكس أعظم عزل، إذا حوضنا عن R2-، تساوي S X2-، راح نمثل نقدر نلقاه كي V1 سكوير على 2 X2-. هذا هو أعظم عزل. شكل أو التفسير له حتى تحصل على أعظم عزل تشغيل لمحرك لازم تكون قيمة المقاومة R2-، تساوي SX2-. نكمل المحاضرة الجاية عن بقية الفقرات.